إذا كنت إذا من كنت من المتابعين المتابعين الجدد، الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. تعالوا كده نعمل ريفيجن بسيط على الباريلوجرام. اقول لك على حاجه صغنطوطه قبل ما نبدا، عايزك تراجع معايا الجزء الجميل ده، الدياجونالز. لو قلت لك ايكوال تقول لي في مين؟ الو الرومبس والسكوير اخر كلام. يبقى الدياجونالز ايكوال فعلا في الريكتانجل وفي السكوير. طب لما اقول لك الدياجونال العلامه دي، او اقول لك كلمه بيربنديكولار في الرومبس والسكوير تاني بالراحه، وندي فرصه لزمايلنا، بلاش نسيطر على القعده. طب لو قلت لك ايكوال وكمان بيربنديكولار، يبقى فين؟ في السكوير. بس شكرا. في مشكلة؟ لا شكرا. تعالوا بقى نشوف، لو انا بقول لك A B C D باراليلوجرام، حبيبي اول بس ما تقرا الكلمة دي تفتكر كام حاجة؟ قال افتكر اربع حاجات. اول هام each opposite side equal length. يا مستر مش فاهم كلامك، يعني الراجل ده اللي اسمه A B هيبقى ايكوال لمين؟ طب انت فايف، يبقى الراجل ده كمان اي بي اي دي يبقى ايكوال للاوبزيت مين؟ سي بي. انت ايه؟ يبقى ده تجي لك في المساله ممكن بالشكل ده، او يقول لك عايز البارامتر. واحده واحده عليا يا مستر لو سمحت. الاول انا بسال على دي سي، اروح اخد الاوبزيت بالنيم اسمه اي بي، بعد كده بالسنتيمتر 5. سيميلر زيها سي بي، عايز ده يبقى الاوبزيت بتاعه بالنيم اي دي او دي اي، وبعدين اللينث ب 8. لو جيت قلت لك عايز البارامتر تقول لي باخد الصم بتاع السايدس، يعني 8 و8 و5 و5 وفي الاخر سنتيمتر 10 و16 26. بس كده؟ طب افرض بقى حد يهزر معاك ويقول لك انا عاوز الميجر بتاع الانجلاية اي بي دي. فينك يا حاجة؟ ادي يا مستر قلم على اي بي، ودي التاني راح للدي، يبقى هو عايز الانجل اللي جوه دي اللي هي انكلودينج ما بينه. يا مستر خد بالك معايا من حاجة مهمة قوي في الباريلوجرام. ادي الباريلوجرام، لو انا بقول الانجل دي هي ايكوال دي عشان اوبزيت، لكن لما اقول الانجل ايه مع الانجل بي ايه علاقتهم ببعض؟ تقول لي في كلمة اتعلمتها اسمها كنسكيوتيف. مش فاهم، يعني هما الاتنين ب 180. تعال بقى نروح على الرسمة. يعني انت عايز تقول لي ايه كلها وبي كلها ها 180؟ شطورة حبيبي. هما عندي دي 53 والبي عندي منها بارت منها 45، الباقي يبقى هقول له 180 ماينس، وادي البرانثيز هاخد ال 180 ماينس منها ال 53 وماينس منها وماينس منها ال 45. كمان مرة، الاتنين دول كلهم 180. ليه؟ عشان كنسكيوتيف. يبقى لما اجي اجيب انجل ناقصه ابدا اقول له 180 ماينس دي كلها 53 وكمان عندي بارت ب 45، تطلع زي ما تطلع واقول له ديجري. طيب تعال نقول اخر حته،
الراجل الجميل ده قال لي انا عايز البرامتر بتاع تريانجل اسمه بي سي دي اللي هو الراجل ده، وهو كان مديني الام بي ب 6. احنا عارفين ان الدياجونالز باي 6 ايتش اذر، انت 6 يبقى الراجل ده 6 والراجل ده 8 يبقى اللي تحت ده الراجل ده 5 يبقى الاوبوزيت. انا عايز البارامتر بتاع التريانجل ده عنده 3 سايدز، واحد ب 12 واحد ب 8 واحد ب 5 يبقى 25 سنتيمتر. ادي كده عملنا ريفيجن على الدياجونالز وخدنا باريلوجرام بكل افكاره بكل سلطاته. تعالوا نشوف فكره جديده.